معلقة بزمان يقول له إذا جاء رمضان فأنت القاضي، إذا مات فلان فأنت القاضي، هذه معلقة بزمن، يعني ليس الآن أنت القاضي وإنما بعد شهر، بعد سنة، بعد موت فلان، فهذه معلقة بزمن. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في جيش الأمراء، جيش مؤتة، لما قال أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. وإذاك سمي هذا الجيش بجيش الأمراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أمراء على الترتيب. ولذا قالوا يجوز أن تكون كما صارت الإمارة هنا معلقة بزمن، كذلك القضاء يمكن أن يكون معلقا بزمن.